مرحبا واهلا وسهلا فيكم لفيديو جديد. وبهذا الفيديو رح نحكي عن دخول كوكب المشتري لبرج الحمل. طبعا 2012 هو موعد مولود برج الحمل انه يستقبل كوكب المشتري كوكب الحظ الجمال بعد ما كان موجود عنده خلال الصيف الماضي، لكن رح يرجع له خلال شتاء وربيع 2023. راح يكون في اجواء ايجابيه لك يا مدير الحمل والكثير من الابراج بين 2012-2022 ل 15-5-2023 اثناء تواجد المشتري ببرجك. طبعا شو تاثير وجود المشتري بالحمل على بقيه الابراج؟ خلينا نشوف مع بعض ونبلش بمولود الحمل اللي هو مستضيف كوكب المشتري. هاي الفتره هي الافضل لك من سنين يا مولود برج الحمل. بعرف انه كان المشتري عندك ممكن بربيع والصيف الماضي، ولكن ما تاثرت فيه بدرجه كبيره وكانت التاثيرات مقتصره على مواليد شهر آذار مارس. ولكن دخول المشتري إلى برجك خلال هاي المرة راح يكون في أجواء إيجابية وجيدة، في فرص ذهبية على نطاق العمل، على نطاق الاجتماعي، أي شيء بدك إياه ممكن يمشي معك يا مولود الحمل وبسهولة تامة. الحظ برافقك بكل الأصعدة العملية والاجتماعية والعاطفية، وممكن يكون في عندك أخبار جيدة على الكثير من الأمور. استغل مولود الحمل إذا كنت من آذار مواليد آذار مارس أو من نيسان أبريل وجود المشتري عندك من 2012-2022 وحتى 15-5-2023 راح تكون هاي الفترة مناسبة وجيدة للمبادرات والقرارات. إذا رحنا لمولود برج التور، طبعا مولود برج التور بالنسبة لك تواجد المشتري برج الحمل ما راح يأثر عليك لا من قريب ولا من بعيد، فما إلك مصلحة بدك تستنى ل 15-5 لا يكون المشتري عندك وتبلش التأثيرات الإيجابية، ولكن وجود المشتري بالحمل ما بيأثر عليك بتاتا. كمان الجوزاء، إذا رحنا مدى الجوزاء كمان الجوزاء ما رح يأثر عليه وجود المشتري ببرج الحمل، فما في تأثيرات. كانت التأثيرات الإيجابية لما كان المشتري بالحوت اللي هو بيت العمل، أما الحمل فالتأثيرات قد تكون معدومة لإلك يا مولود الجوزاء. إذا رحنا للسرطان، السرطان رح يكون عندك شغلات حلوة مولود السرطان صراحة، لأنه المشتري تواجده ببيت العمل برج الحمل رح يدعمك بالنسبة للأمور العملية. رح تكون في عندك فرص مهمة عن نطاق العمل وفرص إيجابية وجيدة. حاول تستغل يا مولود السرطان الفرص العملية الذهبية اللي ما بتيجي كل يوم من 2012-2022 وحتى 15-5-2023 رح تكون هاي الفترة مناسبة وجيدة وإيجابية لك لدعم الأعمال، ممكن بتغيير شغل أو انك تنال ترقية بالشغل اللي انت موجود فيه يا مولود السرطان. اما تأثيرات المشتري على برج الاسد فقد تكون مقصورة على العلاقات الشخصية بين العيلة والعلاقات اللي بتهمك. ايضا ممكن في حدا كان عندك بالعيلة ممكن تعبان، ممكن تسمع اخبار جيدة عنه. ايضا دخول المشتري لبرج الحمل مولود برج الاسد اذا كنت بدراسة جامعية فممكن تكون في عندك نتائج ايجابية وجيدة على هذا الصعيد ابتداء من 2012-2022 وحتى 15-5-2023. إذا رحنا لمولود العذراء، مولود العذراء ما رح يتأثر بتواجد المشتري ببرج الحمل، وهو زعلان لأنه المشتري طلع من الحوت اللي هو بيت العاطفة والجاذبية، فعشان هيك مولود برج العذراء ما في تأثيرات صراحة بتواجد المشتري ببرج الحمل. أما الميزان فهاي فترة مناسبة لك يا مولود الميزان، تواجد المشتري ببيت الحب والحياة الاجتماعية والأضواء، بيسلط عليك الأضواء من 2012-2022 وحتى 15-5-2023 لهيك تكون الأكثر شعبية والأكثر حضوراً وين رح، بالإضافة إلى فرص عملية مهمة، وهاي فرصة ارتباط ما مر عليك زيها صراحة مولود برج الميزان من 2010 أو 2011، فاستغل الفترة القادمة للارتباط والدخول بعلاقة جديدة وأيضا كسب بعض الأصدقاء لإلك. إذا رحنا للعقرب، العقرب في شغلتين رح يستفيد منها بتواجد المشتري ببرج الحمل. أول شغلة اللي هي أنه ممكن تدخل بشراكة عملية جيدة ومهمة لإلك خلال الفترة القادمة، وأيضا في شغلة تانية اللي هي أهم اللي هي في تحسن صحي، اللي مثلا كثير العقرب بسبب زحل المشتري بالدلو أو زحل الموجود بالدلو بالفترة الماضية ممكن كان في يعملكم مشاكل بالنسبة للأمور الصحية، فعشان هيك في أخبار جيدة للعقرب ممكن يخلص من مشكلة صحية لازمته طويلا بالفترات الماضية ابتداء من بكرة 2012-2022. بالنسبة إلى مولود القوس، القوس صراحة وجود
المشتري بالحمل ما بيأثر عليك كثير، يعني ممكن هيك راحة نفسية ليس إلا، ولكن ما في له تأثيرات مباشرة عليك يا مولود برج القوس، بعكس مولود الجدي. الجدي رح يكون في عنده مثلا المشتري بيت العيلة والصحة، وأيضا بالنسبة للأمور هيك تغيير مكان الإقامة، في فرص جيدة لمولود الجدي لتغيير مكان إقامته من 2012-2022 وحتى 15-5-2023، بالإضافة إلى فرص جيدة للخلاص من مشكلة أيضا صحية يا مولود برج الجدي خلال هاي الفترة. أيضا الأوضاع العائلية رح تهمك، رح تحس إنه العلاقة مع عائلتك أفضل، وأيضا في مناسبات عائلية عديدة ممكن تغيير في مكان الإقامة أو شراء بيت جديد. بالنسبة لمولود الدلو وجود المشتري بالحمل بشجعك بالنسبة للسفر، للتنقلات، لأي معاملة ممكن تعطلت بالسنوات الماضية أنها تمشي، بالإضافة لفرص على نطاق الدراسة أنك تحصل على مبالغ جيدة على الأمور على نتائج إيجابية على الأمور الدراسية بالنسبة لمولود الدلو اللي منهم على مقاعد الدراسة المدرسية. عشان هيك الأجواء جيدة بالدراسة بالسفر، وأيضا الحياة الاجتماعية رح تكون أفضل لإلك خلال الخمس أشهر الأولى من 2023 أثناء تواجد المشتري بالحمل. أخيرا الحوت، هو زعلان الحوت أنه المشتري طلع من عنده وراح لبرج الحمل، ولكن برج الحمل هو بيت المال لك يا مولود برج الحوت، فعشان هي كل اللي تعبت عليه وكل اللي متأخر عليك من الفلوس ممكن تلاقيه بالفترة القادمة، فممكن تحسن وضعك المالي بشكل إيجابي وجيد، وراح يكون في عندك راحة مالية إن شاء الله يا مولود الحوت ابتداء من 2012-2022 وحتى 15-5-2023. هاي كانت إذن تأثيرات دخول كوكب المشتري إلى برج الحمل من 2012-2022 وحتى تقريبا 15-5-2023. إلى اللقاء بفيديو جديد وأخبار جديدة عن الفلك. ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج FM.